السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء إلى إطلالة جديدة لبرنامجكم الطبي طبيبك بين يديك، والذي نحاول أن نستضيف فيه نخبة من الأطباء من مختلف التخصصات الطبية المتنوعة لنسلط الضوء على أهم القضايا والمشكلات الصحية من منظور طبي حديث ومتقدم. فإلى أولى حلقات برنامجنا الطبي طبيبك بين يديك. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث فيها أعزائي المشاهدين عن أحد أهم المستشفيات في محافظة إب، وهو مستشفى أطباء المنار، والذي مضى على تأسيسه 20 عاما وحصل على المركز الأول في العام 2021. فما الذي جعله يتمتع بهذه المميزات وهذه المكانة؟ أسئلة أطرحها على ضيفي في الاستديو الدكتور مروان الداعري، المدير الطبي للمستشفى. أهلا ومرحبا بك دكتور، ونبارك لكم هذا النجاح وهذا التقدم. أهلا وسهلا أستاذة، وهو الشكر الجزيل لك ولقناة السعيدة على تشريفنا في المستشفى لهذا الموسم، وعلى الجهود التي تبذلها في تعزيز التثقيف الصحي والعمل الصحي في المستوى الوطني عموما. كما هي أنا أنقل هذه أو أهدي هذا النجاح إلى كل العاملين في المستشفى الذين كان لهم الفضل الرئيسي في أن يتبوأ المستشفى هذه المكانة المرموقة، كما هي أحب أن أهديه أيضا إلى كل من كان له بصمة في مسيرة المستشفى منذ التأسيس في العام 2002، وكل الذين مروا ومرت أطيافهم على هذا المستشفى خلال هذه المسيرة الطويلة، والذين تركوا بصمات كبيرة جدا على المستشفى، ولا زلنا نحتفظ لهم بذكريات خالدة في ذاكرتنا وفي وجداننا، وسيظل المستشفى يتذكر كل الذين مروا عليه منذ التأسيس وحتى هذه اللحظة بمزيد من الامتنان والتقدير لكل الجهود التي بذلوها، متمنين لهم التوفيق، ومن غادرون إلى الحياة الآخرة متمنين لهم الرحمة والخلود وفي جنات الله عز وجل. نعم دكتور، في البداية المستشفى أطباء المنار يعني لم يبلغ عام أو عامين أو يعني أو عوام قليلة للمستشفى، باع طويل. حتى الآن كم يبلغ عمر مستشفى المنار؟ واعطينا نبذة عنه. الآن المستشفى يعني 20 عاما منذ تأسيس المستشفى، وتأسس المستشفى في العام 2002، وهو يقع في منطقة حراثة في محافظة إب، في مدينة إب نفسها. يخدم المستشفى المحافظة إب والمحافظات المجاورة، وعملائنا يعني أول المترددين على المستشفى من كافة محافظات المحيطة بالمحافظة، من محافظة إب، من محافظة تعز، من محافظة الحديدة، من محافظة الضالع، وهو قبلة قد أصبح المستشفى بفضل الله عز وجل وبجهود العاملين، قد أصبح قبلة لكل المرضى من هذه المحافظات، وقد أصبح وجهتهم الأولى والمفضلة. والمستشفى لم يصل إلى هذه المرحلة بين عشية وضحاها، لقد كان لهذا النجاح سنوات من العرق والدموع والسهر والجهد، والذي بذلك يعني كافة الموظفين، سواء منهم من بقي داخل المستشفى أو من غادر المستشفى، الكل بذل جهود كبيرة والكل بذل جهود محترمة ومقدرة حتى وصل المستشفى إلى هذه المرحلة. طيب دكتور، بما أن مستشفى أطباء المنار يعني المستشفى الحاصل على المركز الأول في محافظة إب بتقييم وزارة الصحة العامة للسكان العام 2021، ما هي المميزات التي جعلت مستشفى أطباء المنار يحصل على هذا المركز؟ الحقيقة أنه هناك العديد من المميزات والتي يأتي في مقدمتها وفي وعلى رأسها اهتمامنا بالكادر البشري. نحن نعتقد بأن وجود الأطباء الاستشاريين على درجة عالية من الاحترافية وعلى درجة عالية من التأهيل العلمي هو واحدة من أهم الأسباب ومن الركائز الرئيسية لدينا في المستشفى. أيضا أنه رسالة المستشفى تستند في المقام الأول على أننا مستشفى نقدم خدمة للمرضى، ومسؤوليتنا الرئيسية ورسالتنا الرئيسية هي رعاية المرضى وفق مفاهيم الجودة وفق متطلبات الجودة. بنعتقد أنه الرعاية المرتكزة على المريض هي أساس عملنا في المستشفى، وبأن المريض هو محور اجتهادنا ومحور عملنا ومحور المحور التي يستند عليه كل أنشطتنا داخل المستشفى. أيضا كما قلت أنه الكادر البشري لدينا يتميز بمهارات عالية جدا، وأيضا كما قلت أن فلسفتنا في المستشفى تستند على رعاية المريض وعلى تقديم خدمات بجودة عالية ووفق معايير العمل الطبي المهني والمحترف، ووفق أيضا أحدث الطرق والأساليب العلمية. طيب، هذا ما يميزنا في المستشفى. طيب دكتور، نوعية الخدمات التي يقدمها المستشفى؟ الحقيقة أن المستشفى يقدم كافة الخدمات الطبية والصحية في المستويات المعروفة للعمل للخدمات الصحية. نحن نعتبر المستشفى من المستوى الثالث أو من أحد المستشفيات ومن أهم مستشفيات الإحالة. نقدم كافة الخدمات الصحية، سواء الخدمات الوقائية أو الخاصة بالتثقيف والتوعية الصحية
وما يعني إصرارنا على أن تكون قناة السعيدة من ضمن يعني من ضمن المجال الإعلامي للمستشفى، واللي حرصنا أنه نجدد إلا جزء من اهتمامنا بالتثقيف الصحي والإعلام الصحي كجانب وقائي. الأمر الآخر في مستويات الرعاية الصحية الأولية بخدماتها المختلفة، والمستوى الثانوي نقدم كافة التخصصات الطبية الرئيسية لدينا في المستشفى، التخصصات الباطنية، تخصصات الجراحة بتفرعاتها وأنواعها المختلفة، الجراحات التخصصية كجراحة المخ والأعصاب، جراحة العظام، جراحة الأنف والأذن والحنجرة، جراحات العيون، يعني في تخصصات الأطفال، في تخصصات النساء والولادة، في العلاج الطبيعي، كل مستويات الرعاية الصحية تقريبا تقدم داخل المستشفى، إلا من استثناءات بسيطة وهي يعني هدفنا في المرحلة القادمة. فنحن بكافة الخدمات الصحية عندنا في المستشفى تقدم بطريقة تكاملية، وتقدم بمستوى من الجودة ومستوى من الكفاءة. أعتقد أنه ما حزن على ثقة المؤسسات الرسمية وثقة وزارة الصحة وكذلك ثقة عملائنا الكرام إلا للمستوى المتقدم من الخدمات الصحية اللي يقدمها المستشفى. طيب دكتور، هل هناك إسهامات للمستشفى على مستوى الجانب الاجتماعي؟ بالتأكيد، أكيد واحدة من الرسائل الهامة اللي يقدمها المستشفى ومن الفلسفات اللي بيسترد عليها المستشفى هي مسألة خدمة المجتمع والجانب الاجتماعي. نحن ننفذ الكثير من الأنشطة المساهمة في خدمة المجتمع، نتبنى الكثير من الأنشطة في هذا الجانب، أنشطة دعم الرياضيين، أنشطة دعم المؤسسات التعليمية، أنشطة دعم دفعات الخريجين، أنشطة كافة الأنشطة التعليمية، دعم يعني الخريجين من الجامعات، الخريجين من المعاهد. أيضا نحن كمستشفى حزنا بالفترة الأخيرة على ثقة الجهات التعليمية الحكومية في كلية الطب، وكثير من الطلاب المتدربين في كلية الطب يتدربون لدينا في المستشفى، المعاهد بتبعث كثير من الطلاب للتدريب لدينا في المستشفى. فنحن بالعكس نتكامل مع المجتمع في هذا الجانب، ونعتقد أنه واحدة من الرسائل الهامة أو من المسؤوليات الهامة التي تقع على عاتقنا هي المسؤولية الاجتماعية، ونحن نعتقد أنه قد قمنا بكثير من هذه الأشياء بشكل ربما يعني لا ينافسنا فيها أحد. كثير من الأنشطة وكثير من الفعاليات الاجتماعية والإنسانية المستشفى يدعمها، والمستشفى يقوم بهذه المسؤولية بشكل أعتقد أنه الجميع راضي عنه. نعم. طيب دكتور، ماذا على مستوى الجانب الوطني؟ بالنسبة للجانب الوطني، نحن نعرف أنه في ظل انهيار المنظومة الصحية بقعت على عاتق القطاع الطبي الخاص مسؤولية كبيرة في أنه ينتشل أو أنه يقوم بأدوار إضافية وبأدوار ومسؤوليات كبيرة جدا في تعزيز العمل الصحي وفي تعزيز القيام بالواجبات الصحية. المستشفى واحد من هذه المستشفيات التي يعني يقع على عاتقها عبء كبير في استقبال العديد من الأمرضى، في استقبال الحالات المختلفة الطبية. فعلى المستوى الوطني المستشفى ساهم في تعزيز العمل الطبي في المحافظة وعلى المستوى الوطني بشكل عام. أيضا نحن نتميز في المستشفى أنه لدينا كثير من التخصصات النادرة التي لا توفرها بقية المستشفيات. مثلا نحن المستشفى الوحيد التي يوجد فيه عيادة للأمراض النفسية والعصبية. هذا يعني هذه الخدمة لا توجد في أي مستشفى خاص في على مستوى المحافظة. جميل. تمام. فهذه الخدمة تقدم بشكل كويس للمرضى لشريحة هامة من المرضى، وهي شريحة المصابين بالأمراض النفسية والعصبية. وكيف الإقبال عليها؟ وإقبال كثير جدا، وكثير من الحالات تتردد على العيادة وتقدم لها خدمات الاستشارات النفسية والعلاج النفسي عن طريق طبيبة استشارية متخصصة بكفاءة عالية، وهذه واحدة من الأشياء. أيضا لدينا جهاز تخطيط العضلات والأعصاب، وهو جهاز لا يوجد في المحافظة إلا لدينا في مستشفى المنار. أيضا لدينا عيادة أمراض الكلى وزراعة الكلى الباطنة، هذه واحدة من الخدمات التخصصية التي لا تتوفر في المستشفيات المنافسة. لدينا قلنا كثير من الخدمات، لدينا مركز كبير للعلاج الطبيعي وإعادة التأهيل، وهو مركز يعني يتوفر فيه الأجهزة الحديثة وتتوفر فيها العمالة الماهرة، ويقوم على إدارته يعني الأطباء المتخصصون وكادر طبي مؤهل وعلى درجة عالية من التأهيل. هذه الأشياء ساهمت إنه المستشفى يعني تتوفر فيه أشياء منافسة، وأيضا يساهم في تعزيز العمل الصحي الوطني، وخلق ميزة تنافسية للمستشفى ربما لا تتوفر في المستشفيات المنافسة أو في القطاعات الصحية المنافسة للمستشفى. صحيح دكتور، وجميع هذه الأقسام المتوفرة تدعم بعضها وجميعها متكاملة. أذهب دكتور إلى فاصل قصير ثم أعود إليك. مشاهدين الأعزاء، فاصل قصير، لا تذهبوا بعيدا. تمر
الأعوام وتتغير مفاهيم الصحة عاما تلو الآخر، ولمستشفى أطباء المنار أثره البالغ في رفع مستوى الصحة في محافظة إب، وذلك طوال 20 عاما خلت، ما جعله يحوز على المركز الأول على مستوى المحافظة بجدارة لما يمتلكه من كوادر مؤهلة وأجهزة حديثة ورؤية مستدامة بالتطوير والتحسين. ورغم الظروف والمتغيرات العالمية التي مرت بها كثير من البلدان ومن ضمنها اليمن، إلا أن المستشفى كان حريصاً على تقديم الخدمات المثلى لمرضاه وفي أحلك الظروف، ليبقى مستشفى أطباء المنار دوماً في صدارة مستشفيات المحافظة وضمن أفضل المستشفيات عامة. مرحبا بكم مشاهدين الأعزاء من جديد. دكتور، هل هناك خطط للمستشفى لتطوير خدماته أكثر وافتتاح ربما أقسام أكثر؟ بالتأكيد، إحنا نعتقد أنه مهما كانت درجة النجاح التي وصلنا إليها ومهما كانت درجة التميز التي تميزنا بها، إلا أن هذا برضو يضع على عاتقنا مسؤولية أكبر، ويضع على عاتقنا مسؤولية الحفاظ على هذا النجاح رقم واحد، ثم الانتقال إلى المستوى الأعلى والانتقال إلى مستوى طموحات أعلى. نحن نخطط، ويعني في هذا السياق أنا أود أن أشكر الإدارة على دعمها المستمر وعلى انفتاحها الكبير على تطوير المستشفى وعلى النهوض بالخدمات الصحية داخل المستشفى، مثلا بالدكتور جمال الشامي التي تولي الاهتمام بقطاع الطبي داخل المستشفى وتعزيز الخدمات الصحية والعمل على لدينا مبنى جديد سيتم افتتاحه إن شاء الله في الفترة المقبلة، وأيضا نهتم بإعادة ترتيب موضوع العيادات الداخلية والخارجية في المستشفى وافتتاح عيادات فرعية أكثر. نركز في الفترة القادمة على مفهوم الجودة في الخدمات الصحية بأبعادها الستة المختلفة، نركز على التدريب والتأهيل للطاقم الطبي ووفق المتطلبات العمل الطبي المهني والمحترف. لدينا طموحات عالية واثقون من أننا سنصل إليها، وأيضا لدينا مسؤولية تتمثل في أنه لا نقف عند هذه النقطة وإنما ننطلق إلى مستويات أعلى، وأنا واثق من الطاقم الطبي في المستشفى والكادر الطبي المساعد وكل العاملين في المستشفى لديهم روح التحدي ولديهم روح المنافسة، واثق من أننا إن شاء الله عز وجل سنكون محل أنظار الجميع في المستقبل القريب إن شاء الله. دكتور، أيضا يعني اشتهر أيضا مستشفى أطباء المنار بجانب إنساني وتعاوني مع الحالات الصعبة، حدثنا عن هذا الأمر. الحقيقة زي ما قلت في البداية أنه نحن مؤسسة خدمية، أول حاجة إحنا مش شركة تجارية مالية، إحنا مستشفى، المستشفى يقدم خدمة للمرضى، فنحن نتعامل مع شريحة في لحظة ضعف وشريحة في لحظة معاناة وفي لحظة ألم. هذا استلزم مننا أن احنا نعيد صياغة المفاهيم المتعلقة بتقديم الخدمة الصحية. افتتحنا مؤخرا قسم الخدمات الاجتماعية داخل المستشفى، مسؤوليتها نحن نتواصل مع كثير من في الحالات المعدمة والحالات الفقيرة، نقدم لها تخفيضات عالية، نقدم لها مساعدات عالية. لدينا زي ما قلت لكم رسالتنا هي إنسانية في المقام الأول، ونحن نعتقد أن العمل الطبي إذا خلى من جوهره الإنساني سيفقد بريقه وسيتحول إلى مجرد بيزنس غير محترم داخل البيئة الصحية. إحنا مش تجار، إحنا مجرد يعني ليسنا مجرد تجار، إحنا ملائكة رحمة، ويقع على عاتقنا إنه الجانب الإنساني أولى أولوياتنا. كلما قدمنا خدمة صحية للمريض كلما ساهمنا في إنه نقلل من معاناة كائن إنساني. نحن لا نتعامل مع المريض كزبون، نحن نتعامل معه ككائن إنساني وككائن بشري في لحظة ضعف وفي لحظة ألم، ويقتضي مننا مفهومنا للطب وأخلاقيات مهنة الطب وأخلاقيتنا كمسلمين وأخلاقيتنا كمسلمين في المقام الأول تقتضي مننا أن نكون عند هذه المسؤولية وأن نعطي الجانب الإنساني أولوية في تعاملتنا وفي مساراتنا وفي مختلف الخدمات التي نقدمها للمرضى. جميل دكتور، وكلنا دكتور يعني في المجتمع معرضون نحن أحباءنا لمثل هذه الأمور، فمن الجيد التعاون في هذه الجوانب. في الأخير دكتور، طموحاتكم المستقبلية، ما الذي ممكن أن تقدموا أكثر؟ الحقيقة أنه من أهم الطموحات التي لدينا هو أن نستمر بوتيرة العمل بهذه الروحية، أن نحافظ على المستوى الذي وصلنا عليه وأن ننطلق منه إلى مستويات أعلى. الحقيقة أنه لا يفوتني أن أتقدم بالشكر الجزيل لوزارة الصحة على اهتمامها في تعزيز العمل الصحي داخل سواء داخل المحافظة أو على المستوى الوطني. وجود اللجان التي تقيم المستشفيات والتي تشرف على عمل المستشفيات، هذه مهمة جدا لنا كحافز وكنقطة للانطلاق نحو مستويات أعلى. مكتب الصحة في المحافظة بيبذل جهود طيبة، وزارة الصحة أيضا بتبذل جهود طيبة ومقدرة ومحترمة. ما يقع على عاتقنا هو أن نحن نتمنى أنه يعني ما نأمله هو أنه يتم افتتاح اعتمادية وطنية لاعتمادية المستشفيات حتى تكون هي معيار التنافس الوحيد في بين المستشفيات،
وحتى تكون هي الإطار العمل الذي يحدد العمل الطبي داخل المستشفيات، والحصول عليها يصبح امتياز لأي مستشفى. نحن جزء من العمل الصحي داخل العمل الصحي الوطني، ونحن جزء رئيسي وجزء فاعل في المنظومة الصحية الوطنية. تقع على عاتقنا مسؤولية أنه نكون شركاء فاعلين ونكون جزء فاعل وهام جدا في المنظومة الصحية الوطنية. هذا ما نعتقد أنه يجب علينا أن نهتم به وأن نحرص عليه في سواء في المستقبل أو في القريب أو المستقبل البعيد. نعم، إذن دكتور في الأخير نتمنى لكم جميعا ولكل المؤسسات الصحية في اليمن التوفيق لخدمة المجتمع وتقديم الخدمة الأمثل لهم، ونبارك لكم مرة أخرى حصولكم على المركز الأول في العام 2021، وكذلك أيضا وصولكم إلى 20 سنة من التأسيس. في الأخير لا يسعني إلا أن أشكرك الدكتور مروان الداعري المدير الطبي للمستشفى. شكرا جزيلا لك دكتور. الشكر الجزيل لكم كما هو الشكر للقناة على برنامجها الرائع، وكذلك الشكر لكل مستمعين ومشاهدين الأحبة على امتداد خارطة الوطن الحبيب، وكما هو الشكر لكل من كان له بصمة داخل هذا المستشفى سواء في الفترات الماضية، أطباء كثير زملاء لنا في العام في الأطباء وأطباء مساعدين وصيادلة وممرضين كان لهم بصمات أثناء التأسيس منذ لحظة تأسيس المستشفى حتى اللحظة الراهنة، تركوا بصماتهم وغادرونا كذاكرة نقية وكعمل يعني لا يمكن إلا أن نحتفظ لهم بذاكرة نقية، لأنهم كانوا الجيل والرعيل المؤسس لهذا المستشفى. امتناننا الكبير لهم كما هو شكرنا الكبير لكل العاملين الباقيين في المستشفى ورهاننا عليهم جميعا. ونتمنى لكل مواطنينا ولكل وطنينا الحبيب التقدم والازدهار، ولكل مواطنينا السعادة والرفاه، ولكم جزيل الشكر والاحترام. شكرا لكم ولكل الجهود دكتور. كما أشكركم مشاهدين الأعزاء على طيب الاستماع والمشاهدة، أتمنى لكم جميعا أن تنعموا بوافر الصحة والسلامة والعافية. إلى اللقاء.